جدتي قصة مستحيل أنساها. يعني واحدة من الأمهات شفتها منهارة في الريسبشن مال المستشفى، فشوفي شو صاير. قالت لي أنا ولدي في حالة جدا صعبة وأهلي ما يعرفون ومش قادرة أوصل لحد، وما في حد وأنا وحيدة هني، يعني هي وزوجها بس، ومش قادرة أوصل الفكرة لحد أو أني أشكي لحد. فرحت قعدت معاها، شفت أن الوضع ذكرتني بوضعي أول ما توفى ولدي. فرحت جهزت لها علبة فيها كتاب، فيها باترنز، فيها خيوط، فيها هوك، فيها كل الأشياء اللي بتحتاجها وهي في المستشفى. جبتها وقلت لها متى وقت الزيارة، وخدت أوقات الزيارة وجيت قعدت معاها يمكن ساعتين أو ثلاث. قلت لها أنا بروح الحين وبرسل لك فيديوز، وقعد يشتغل عليهم، ويوميا يترسلي لي فيديوهات يا أنا أمر أشوف شو سويتي. فثاني يوم اتصلت فيها تقول لي أنت مستوعبة أن الدكاترة يدخلون ويطلعون، الممرضين يدخلون ويطلعون، أنا ما أسألهم عن شيء؟ أنت مستوعبة أن أنا صار لي قريب 24 ساعة أنا مش ياسة أفكر لا في علاج ولا في أدوية ولا في مرض؟ كنت أريدها تستجمع قواها عشان أصلاً حتى تتخذ قرارات صح، لأن طول ما أنت تحت الضغط ما بتتخذ القرار الصحيح. فصرت من بعدها كل ما نجتمع مثلاً مع الأمهات اللي في الغربة صرت أعلمهم، صرنا نعلم بعض. فرجعت الإمارات وبعدني مستمرة معها الصديقات لين اليوم.